والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متتبعين في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القارئة، وضيفتنا لهذا اليوم القارئة المتميزة وئام خليلي، حفظة القرآن على يد الشيخ الجليل عمر طناطني، وتعلمت قواعد التجويد على يد شيوخ أجلاء، سيدي سعيد مسلم أكرمه الله، وسيدي محمد شعيري رحمه الله، وسيدي عادل مسلم ومصطفى فاتي حفظهم الله ورعاهم، وقد حصلت على عدة جوائز وطنية وعالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صدق الله العظيم.